السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم بالنور والسرور في حلقة جديدة من برنامجكم جمعتنا الليلة مع ريم أوكان وعبر قناة الظفرة وتحديدا من إمارة دبي ومن أبراج الإمارات. يا هلا ومليار ترحيبا بكل اللي يشوفنا عبر شاشتنا الصغيرة أو اللي متواجدين معانا في أبراج الإمارات، يا هلا ومليار ترحيبا ومسي عليك زميلي كانوا. أنا مسي عليك بعد بالنور والسرور، وأقول اليوم ما شاء الله متألقة. طاووس مستوية؟ إي والله. الله يسلمك. بس تعرفين إن الذكر في الطاووس أجمل من الأنثى؟ عاد أنت يعني جاملني على الهواء الحين كذي. مساكم الله بالخير متابعينا الأعزاء، متابعين قناة الظفرة أينما كنتم في أرجاء الوطن العربي، نقولكم كل عام وأنتم بخير، مبروك عليكم ما تبقى من شهر رمضان الفضيل، والله يتقبل طاعاتكم وصيامكم وقيامكم. ونمسي ونرحب الجمهور المتواجدين أمامنا في قاعة جودلفن من أبراج الإمارات، ونقول لكم أيضا كل عام وأنتم بخير. شوفوا قدامكم مواقع التواصل الاجتماعي، كثف مشاركاتكم، هناك جوائز قيمة مقدمة من قناة الظفرة عبارة عن آيباد وآيفون، وأيضا هناك جوائز قيمة للحضور المتواجدين أمامنا في قاعة جودلفن من أبراج الإمارات، هي عطور جميلة وخنينة مقدمة من لوتال العطور وأيضا من علياء القمر للعطور، ونتمنى التوفيق للجميع. اللهم آمين يا رب. بدأ نجما في وسطه الفني وواصل تألقه على امتداد عقود بين المسرح والسينما والتلفزيون، أدوار وجوائز عدة. خلنا نرحب مع بعض بنجم الليلة الفنان سلوم حداد. يا أهلا وسهلا. مرحبا. أشرقت وانورت. حيا الله بالزير. حيا الله بشقيف. أنت تخوفني من الحين يعني؟ مرحبا. أهلا أهلا. يا سلام يا سلام. أهلا 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 ومرحبا. أسفرت وانورت. سعد مساكم. الحمد لله على سلامتك. سلمك الله يا أختي. الله يسلمك. أو جلبنا لغة عربية للفصحى. إيه ترى ذكرت الله يسلمك يا أختي. طمنا عليك أستاذي. الله يسلمك. تمام الحمد لله. كيف الرحلة وياك؟ كيف رمضان؟ الأمور بخير إن شاء الله. إن شاء الله هيك بينعاد عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى الإمارات شعبا وقيادة وحكومة وشيوخا بالخير واليمن والأمن والأمان. اللهم آمين, آمين يا رب. سؤال تفضلي. اليوم فطرت شاكرية وششبرك وكبة ولا فطرت ما شاء اليوم أكلات؟ الله ما شاء الله. ولا فطرت ريد وهريس؟ شو فطرت أنا اليوم؟ ما أعرف هالسؤال. يعني أكلات شامية ولا أكلات أنا الحلي والله هي شامية. مالنا غنى صراحة المطبخ الشامي بالإضافة للمنسف. إيه؟ يعني ما رحنا بعيد، كلهم أهل الشام ما شاء الله أكلهم جدا رائع. الله يعني أطيب من مطابخ هدي. الله يسلمك. يا هلا ويا مرحبا. يا ميت أهلا. نحن طبعا اليوم برنامجنا خفيف صغير مدته ساعة، في فقرات جدا متنوعة وحلوة، ورح نغني مع بعض. نحن ما قلنا لا تحت الهواء ترى. ورح نرسم مع بعض. لا صحيح ما لي علاقة بالغناء أنا. لا نحن كورال، نحن شغالين كورال اليوم. يعني أوكي كورال، خلي الكورال فقط بدون مطرب. أنا عندي الشعر والرسم، الغناء عنده. والله ما بس سؤال علاقة. سؤال فضل. مرتاح يالس في النص؟ ما كثير والله. أنا أذكر المتابعين عندنا سؤال التواصل الاجتماعي طبعا احتفاء بتواجدك لنا وتشريفك لنا اليوم في برنامجنا الليلة جمعتنا مع ريم، وكانوا عندنا سؤال للتواصل الاجتماعي. السؤال يقول الفنان سلوم حداد أخرج فيلم أو مسلسل إماراتي، ما اسم المسلسل الإماراتي اللي أخرجه الفنان سلوم حداد؟ لا تغششهم. لا صعب صعب صعب. إيه لازم هم يبحثون ويعني يأخذون. المفروض يكفون الجائزة إذا السؤال صعب. إيه كان بتعطيهم من مخباك كيف؟ صعب لأنه حتى الإماراتية اسم المسلسل اللي يقولوا لي صعب. شو يعني شو يعني معنى؟ كيفك ويا السوشيال ميديا؟ ضعيف جدا جدا جدا. يعني. ما لي علاقة أبدا. قولا واحدا. ولا سناب شات ولا إنستغرام ولا. ولا فيسبوك ولا أي شيء أبدا. زي ما يعتبون عليك حبايبك مشاهدينك معجبينك يعني إنه ما في تواصل بينك وبينهم. هي أنا بتصوري يعني جئنا متأخرين على السوشيال ميديا فصفت لأولادنا وليست لنا، يعني كل جيل بياخذ وقته. انا ما لي علاقه والله. يعني انت تغيب وتطلع لهم بعمل تلفزيوني يعني تتواصل يعني معهم عبر الشاشه. انا هيك بفضل يعني. اما السوشيال ميديا بدها وقت يا اخي. صح. يا اخي بدها وقت، بدك تكون متفرغ ويعني عالطالعه والناس دي بصور حالي وسناب شوت وانا هنا وانت هناك يعني. بس ممكن تستغل السوشيال ميديا في شيء طيب، ممكن توصل معلومه، ممكن توصل ابتسامه، ممكن توصل نكته. معلومة إيه بس ابتسامة ما. جميل. ما بتصور ابتسامة. نحن بعدنا نحن في أعمال رمضان ما شاء الله، قدمت أوركيد وخاتون وبقع الضوء ما شاء الله في أدوار متميزة ناس كلها ستتكلم عليها ما شاء الله، وعندك بعد فوضى في تحضير. فوضى من إخراج الأستاذ أمير حسين وإنتاج سما الفن، يعني
وبتصوري مسلسل راح يكون له وقع وأهمية بالقادم من الأيام. ده كل أعمالك لها أهمية بصراحة، يعني ما سويت عمل ما ترك بصمة، كل الناس تتكلم عليه. الحين حتى تحت الهواء كنا نتكلم على دور من أدوارك اللي أثرت في الناس كلها فعلا، ومن أصعب التمثيل اللي يكون بدون صوت، اللي يكون يعني بإحياء الجسم بتعابيرك، هذا اللي أنت مثلته، كملت المسلسل الولادة من الخاصرة، يعني دور أنا صراحة أرفع لك القبعة عليه، جدا رائع وثقيل، يعني مش أي حد يقدر يتمكن يسوي هذا الدور. الحمد لله. أنا أبغي نبدأ عن هذا الدور، قطعت لسانك. يعني هي الحكاية بتدور حول أب عنده ولد وحيد، وهذا الولد عاق بعيد الشر عن أولادكم يعني، فبيحاول قدر إمكان أنه يقوم سلوك الولد، يرشده يهديه، ما بيمشي الحال، فبيقرر أنه يعاقب نفسه ويعاقب ابنه بقطع لسانه، يا الله، وبيؤدي بالنهاية لانتحار الأب لأنه ليس هناك أمل من هذا الولد. هل ممكن واقعيا تطبق هذه على ارض الواقع، ان والله الاب لو مالك في شيء اقسى من هيك، في شيء من هذا القبيل؟ طبعا طبعا، يعني فعليا اي دراما ممكن تعرض هي من خلينا نقول من حديث الشارع، من وسط المجتمع، من ما يدور فعليا تماماً، يعني وليس ما من خيال. ما في يعني اعمال دراميه بتجي من المريخ، يعني حتى يعني اكثر الاعمال صعوبه بالتصديق انه معقول يصير هيك بالواقع. طبعا معقول، كثير معقول. الله المستعان، احنا نقول الله يبعد عنا العقوق. امين يا رب. آمين يا رب. ردت فعل جمهورك على الاعمال الثلاثه في رمضان كيف شفتها؟ بما انك انت مش هتتواصل معاهم في السوشيال ميديا، ولكن اراء الناس المقربه منك الاعمال رمضان شو رايك؟ والله هو يعني اكثر ناس، يعني سواء كان بدوله الامارات الحبيبه او بسوريا، يعني كانت متعاطفه جدا مع خاتون. يعني خاتون كان عمل اثر طيب يعني اكثر من الاعمال الاخرى للامانه. نتمنى لك التوفيق دائما. والحين عندنا فقرة اسمها الدولاب، نحن بنشلك على الدولاب، وعندنا فقرة اسمها تو الليل، يعني تو بدايتها بأول الليل نحن. نعم، يلا عطونا غير عسعس الليل. هذه نقبة بتيكم خلاف يقول طنان. أيوة، الليل عسعس. الخوف، أنا عارف أن أنت ما تخاف ما شاء الله عليك، شخصيتك قوية بكل أدوارك اللي أنت تأخذها. الله يسلمك. هل في بعض الأحيان يعني يراودك الخوف في دور من الأدوار اللي تعرض عليك، أو تقول الدور هذا ممكن أخاف من ردة المجتمع عليه، أو ممكن ما يقتنعون في الدور هذا، يصيبك شيء من الخوف، ولا لا أنت في ثقة من تقرأ السيناريو تقتنع فيه وتأخذه؟ إيه يعني في تقدر تقولي هيك شيء، يعني أنا ما بخاف إنه نجرب أي دور، حتى يعني ممكن يصير استغراب الناس الآخرين، والحمد لله لحد هاللحظة يعني ما فشلت بولا دور. ممكن احيانا التوفيق بيصير يعني بين دور ودور، بس يعني ما في سقوط الحمد لله. انت اخذت اعمال كثير كبيره ما شاء الله، يعني تاريخيه وعربيه كل الناس تتكلم عليها، يعني من اجيالنا الحين ما شاء الله، ولكن الا ما يكون في دور يا قلت انا خايف اني ما اوصل الصوره المطلوبه في هذا العمل، صار معك في احدى اعمالك هذيله ولا لا؟ كل اللي حطيت عليه صاب، يعني اصبت فيه، يعني على الأقل أنه أنا نفدت بالأدوار. نفدت. يعني بيجوز العمل ما يحقق نجاح جماهيري متوقع، بس يعني الحمد لله لهلأ ما سقطت، يعني ولا دور عملته أنه سقطت أو خفت منه، يعني أنا بطبعي ما بخاف يعني، ومقدام فيها للقصة عمي ثقة يعني ما أقدر أقول شيء ما شاء الله عليك. إذا نتكلم بشكل عام عن الفنان بشكل عام، مما يخاف الفنان؟ يخاف من الفشل، من السقوط، يعني هذا الخوف الأكبر، يعني إذا فنان فشل أو سقط يعني ببلش الحيز أو المكان مكانه ما بيصير يهتز مثلاً بالصفوف الأولى، بيصفي بالصفوف الأخيرة أو المتراجعة عن الصفوف. وشو اللي يخلي الفنان يفشل؟ يعني أحياناً بتوه البوصلة ولا كثرة الأعمال؟ لا، ما بضرورة كثرة الأعمال، كثرة الأعمال أنت بإيدك تنتقي الأعمال، يعني ما حدا بيغصب حدا على عمل أو غيابه، يعني طبعاً غياب يأثر كثير طبعاً. الناس تنسى إذا واحد غاب عن الشاشة بعد فترة تنسى ولا العمل إذا ترك بصمة الناس تتذكره؟ يعني بيتذكروا، بس يعني بس بينسوا بمشاغل الحياة اليومية، دائماً في وجوه جديدة، دائماً في ناس جداد، دائماً في أعمال عليها القيمة، يعني بتنسي. بس اللي تارك بصمة مثلاً، يعني أنا هلأ وحضرتك أكبر مثال، بعد 20 سنة أيوة عم تذكرني بالزير وبشقيف، يعني وبمقولات الزير. تفضل. نحن بعد نكبلي معاك، عندنا صورة وبعد الصورة بنتكلم فيها، خلينا نشوف الصورة. يا سلام،
تعليقك على الصورة. هذا مسلسل ندم، مسلسل هذا كان رمضان الماضي. هذا مسلسل يعني من المسلسلات والشخصية من المحببين إلى قلبي، أبو عبد الغول. يعني عملت فيه هيك شغل الحمد لله، يعني توج بنجاح مهم الحمد لله. تمثل الشخصية يعني تسكنك الشخصية اللي أنت تمثلها، تعيش في الدور 100% في كل شيء فيك، ولا مجرد أنك تأدي الدور؟ معناها أنا هذا السؤال يعني ما ودي أسأله، ولكن عشان الجمهور يسمع. لا لا، ما يعني هي القصة، أنا وجهة نظري التمثيل هو أولا حالة عشق وحالة تبني. يعني ما بصير تمثلي هيك يعني، ولا الممثل بيبين من عيونه من ردود أفعاله من بحثه بتفاصيل الشخصية، بيبين أنه يعني محترم هذا الشيء اللي عم يقدمه ولا ما محترمه. هذا الكلام للي توهم طالعين في التمثيل وهم ما يخصهم فيه، الواحد لازم يعيش الدور عشان يتقنه ويطلع على الشاشة. أكيد طبعاً طبعاً. هذه رسالة من تحت الطاولة مثل ما أيوة. خلوني بعدنا في تو الليل ونرجعك للدولاب، نشوف الدولاب شو بيعطي الفنان. يلا تو الليل. التحديات، ما التحديات التي تواجه الفنان سلوم حداد إذا تكلمنا عن صعيد أسرة أو مال أو أعمال؟ يعني هو التحدي الأول والخوف الأول، يعني شيل قصة الفن على جنب، اللي بيواجه أي رب أسرة هو الخوف على الأولاد ومستقبل الأولاد، هذا هو التحدي الأهم. يعني سواء كان يعني تحدي يندرج تحت إطار التحديات، التحدي الاجتماعي، التحدي الإنساني، التحدي الاقتصادي، مجموعة التحديات هي إلها علاقة بأنه هذول الأولاد أولاً يربوا تربية صالحة ومنيحة ويكونوا ناجحين بحياتهم ويكون هيك مأمن لهم مستقبلهم فقط. هذا أنت تشوف هذا أصعب التحديات؟ طبعاً. علق لنا على الصورة بس لو سمحت. تفضل. الصورة. يا جماعة الصورة ضحكتها في موقف في الموضوع. لا لا، لانه هو كان وين ذكرناك؟ وين وصلنا الصوره؟ لا لك ليش، لا لك ليش، لانه الاستاذ فادي صبيح هون بهي الصوره المفروض يكون عم يهددني. ايه؟ فمسكني من 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 الجاكيت وبطل يعرف يحكي. قلت له لك شبك؟ قال لي لك والله خايف احكي معك وحياه الله، المفروض بعدك ما عم يسجل. ارتبك مني. ايه والله والله خايف ما شاء الله عليك. في سؤال يقول بدايه من أحلام منتصف الليل عام 1979 إلى أوركيديا 2017، ما الذي تغير في في التحديات التي تواجهها؟ والله التحديات صارت أصعب. يعني بالبدايات ما كان في تحديات، بالبدايات كان هيك القصة لها علاقة بهيك بشباب طالعين جديد وحابين يمثلوا وحابين هيك. هذا التمثيل أو هذا اللعب أو هذا مصدر الرزق صفى مسؤولية، صفى مشروع نجاح، صفى مشروع لمستقبل. فيعني هيك أخذ خط كتير جدي وكتير محترم وكتير صارم ببعض الأحيان، لأنه دائما بتعرف حضرتك يعني بالحياة في مغريات، يعني كتير سهل أنك تنزلق، يعني بس أنك تحجم عن أي شيء هيك تافه أو رخيص أو صغير. هل لأنه أصبح مهنة؟ يعني سابق كنت هو يا اخي، يعني انا بشوف هاي القصه مثلها مثل اي يعني مثل اي مهنه بالحياه، اي مهنه بالحياه انت بتبتهنها او الاكتريم بتبتهنها، ممكن تكون محترم او ممكن تكون غير محترم، هي سوق. والناس صدقني وقت اللي بيشوفوك محترم بيعاملوك على هذا الاساس، وقت بيشوفوك عم محترم حالك ومحترم الاخرين صحيح. فلا يمكن الناس الا ما تحترمك. اما وقت بتكون هيك صغير او رخيص بعيد عنك طبعا او الى اخره، بدهم يتعاطوا معك على هذا الاساس. جميل جدا. احنا عندنا مثل يقول محترم يحترم. هذا هو اكيد، هذا هو. بارك الله فيك. بعدنا في تو الليل، بعدنا في تو الليل، وخلنا نشوف طبعا السؤال حق فناننا سلوم حداد. في دولاب، في دولاب تو الليل، بعدنا في الدنيا دولاب. اي والله الشجاعة، كل التحديات وشجاعة وفوق. نحن جايبين لنا فنان ما شاء الله يعني يمتاز بهذه الصفات، وين بنروح منها؟ مضطر إن احنا نسألك ما شاء الله عليك. الله يسلمك. إذا تكلمنا عن الشجاعة، هل تنقية الأدوار في حياة الفنان تحتاج للشجاعة؟ يبالها قلب قوي؟ والله الحياة بشكل عام بدها شجاعة، يعني بدها إقدام،
بدها اذا بدك بدها نوبل، بدها فروسيه، يعني الحياه هي هيك. يعني هذا لنفسك، لكن الشجاعه امام الكاميرا، امام الدراما اللي ما يقدم للمجتمع يختلف عن حياتنا. يعني انا اذا سويت شيء سويته لنفسي، الناس ما تعرفه، لكن امام الشاشه هناك شجاعه مطلقه في اخذ الادوار. صدقيني صدقيني، حتى وقت بتعمليه لنفسك الناس بتشوفه. ما بصير ما تشوفه. يعني انا بالنسبه لي يعني اي دور ممكن العبه هو نوع من التحدي. انا حدا بحب الفروسيه وبحب الخيول وبحب الشجاعه وبحب الاقدام وبحب، يعني انا بحب وبعتبر اي دور هو حرب. انا بالنسبه لي يعني أيوة. يا اما بتسلم الرايه تنسحب، يا اما بتضلك انت الفارس الذي يقود الفرس. هي هيك صار انك نزلت الرايه بسبب شجاعتك او تحدياتك؟ لا لا لا. او بادوارك هذه؟ لا والله ما سببت لك انك تتنازل عن اي شيء ابدا؟ ولا ابدا ابدا نهائية. ابدا ليه يعني ما في. اذا بتتنازل خلاص بطل، بعتزل وبقعد ببيتي وخلاص. ليش الفن يحتاج لشجاعه؟ اوه سمعت الحياه لا لا بوصلها. الحياه تحتاج شجاعه، فما بالك الفن. الحياه صحيح. لحتى تكون، لحتى تثبت حالك بالحياه، لحتى تقول انه انا موجود، هي هذه شجاعه. والشجاعة تحتاج إلى ثقافة وإلى معرفة وإلى وعي وإلى إنسانية وإلى نبل وإلى فروسية. يعني هناك أسس طبعا لها لا تكمل، يعني كل هاي القصصية اللي بتعمل الشجاعة. ولا شو الشجاعة؟ يعني واحد يضرب الثاني كف بدون ما يحسب سوري منك، يعني بدون ما يحسب حساب عواقب أو يعني في فرق. هناك فرق بين الحمق والشجاعة. طبعا أكيد أكيد تهور وشجاعة أكيد. احنا عندنا صورة حاليا، خلينا نشوف الصورة وتعليقك عليها. تفضل. هذا الدور فظيع. السائرون نياما، هي من اخراج الاستاذ محمد فاضل. ايه كمان هذا دور تاريخي، هذا كان يعني شيء تقريبا بحدود 2009 يمكن. هذا الدور صار له شيء 8 سنين 9 سنين هيك. يعني هيك هذا يعني مثلا هلا، يعني انا ما كنت مضطر مثلا، يعني اي ممثل ثاني بيقول لك يا اخي ليش ومركب عدسات وحاطط هون لاصق مثل الالتيكو كل يوم وقت التصوير برجع بفكه. يعني هذا ممكن ياثر على البشره، بس في سبيل انك انت تعمل يعني شيء مختلف او شيء يختلف عن شيء انت عامله، يعني بيتطلب شوي بعض التضحيه. يباله شجاعه، تنوع في الادوار بين التاريخي وبين الواقعي وبين الشرايح كلها، هذه يباله شجاعه. لانه ممكن الناس تتعود عليك في شكل معين، لما تيجي تظهر عليها بشكل ثاني تستغربك، تقول لك نحن تعودنا عليه بالشكل هذا. يعني ولأي درجه انت بتكوني مقنعه باي شيء انت عم تعمليه، صدقيني وتكوني صادقه، صدقيني بيحبوك الناس وبيتقبلوا الشيء اللي حتقولي. جميل جدا. نحن بعدنا في جعبتنا الكثير مع فناننا سلوم حداد. خلصنا الفقره الاولى الجديه، بندخل نحن طالع عمركم بالسوالف والمسابقات والرسم والغنى اللي هو ما يبي يغني، لكن من بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم وسهلا من جديد متابعينا ومتابعي قناة الظفرة أينما كنتم في أرجاء الوطن العربي. نمسي عليكم بالخير، ورجعنا لكم في برنامجكم الليلة يمعتنا مع ريم وكانو. واليوم عندنا طبعا الزير سالم، الفنان الكبير سلوم حداد. شوف النظرة والله نظرة الكاميرا عليه راحت عليكم النظرة. هو سوار. والله هو بالإماراتي تصغير سالم سلوم يعني مشية. احنا الحين طال عمرك بنوديك في فقرة اسمها جديمك نديمك، نتكلم في الماضي وحنين الماضي وتسولف لنا عن ايام قبل وتذكر لنا حلب وسوالف الفريج، يعني الضيعه انتم تسمونها الفريج؟ لا الحاره. الحاره. خلنا نشوف جديمك نديمك شو بيعطونك. الحنين الى، يلا هذه كلمه يعني تحرك مشاعر. الحنين تحن واحد لوايد اشياء، ما تحن الوايد أشياء. الحنين إلى الفريج. الفريج. لا الحارة. الترجمة عندي أنا اليوم. لا يعني شو حنين؟ إلى ماذا يا حنين؟ إلى أيام الطفولة والله. والله. لألك ليش أختريم؟ لأنه دائما أساسك وأساسي وأساس كل الموجودين هي التربية، هي الطفولة. ف
البيت، تربية البيت، القيم، الأخلاق، الدين، التسامح، كل هاي القصص لها علاقة بالطفولة. يعني مثل عندك هيك شتلة صغيرة الأساسيات، عم تسقية يعني عم تسقية هيك وعم تربية لحتى تصير شجرة. فشو نوع المي أو شو نوع السماد أو شو نوع التربة اللي أنت ربيان فيها، على أساسها ممكن يكون عمره طويل وممكن تكرس قيمة وأخلاق ومبادئ وإنسانية وتسامح ودين. يعني هي هيك. طب شو اللي تغير عن قبل عن الحين؟ هل مثلا تقدم التكنولوجيا وكل واحد صار في بلاده وانشغاله مثلا في عائلته أو في شغله الخاص سبب التفرقة هذه؟ يعني سبب يعني المبادئ تتم، مبادئ لا تتغير، بس يمكن صار في بعد بسبب انشغال الدنيا، انشغال يعني الناس. يعني هو التقدم التكنولوجي يعني لا شك أنه أثر على التربية أو على مفهوم التربية المعاصرة. ونحن ناس يعني شئنا ما بينا اجتنا التكنولوجيا متأخرة، يعني نحن كنا كبرنا، فما ففي دائما اي شيء جديد بتفوتيه على حياتك بده يصير هيك في فتره العلاقه بالخلل بعدم التوازن أكيد. لحتى اولادك يعني اكيد بيفهموا بالكمبيوتر وباللابتوب وبالايفون اكثر منك أكيد. اولادي بيفهموا اكثر مني ب6000 مره وبيعرفوا يفوتوا على مواقع واي شيء بيعملوه على النت. يعني اليوم كنت انا بدي اكل مخالفه سير لانه ماني مجدد تسجيل السياره. قلت له والله ما يعني ما بعرف. قال لي يا استاذ اونلاين. قلت له شلون؟ قال لي اونلاين دقيقتين بس. بالضبط بالضبط. قلت له بدك مين يعرف يفوت اونلاين؟ انا ما بعرف افوت اونلاين. الحكومه الذكيه اكيد حكومتنا ما بعرف كل شيء. يعني هذا جديد علينا. يقال ان التكنولوجيا قربت البعيد وبعدت القريب. يعني هلا صفى يعني بتشوف انت يعني ابنك او ابنك او بنتي دائما يعني ما كثير بيحاكوك قد ما بيكون معهم الايفون ولا السامسونج مشغلين فيه. يعني عرفت كيف؟ اول ما كان في هذا الشيء كله صح. فدائما كان هناك سيار وكان هناك اهتمام وكان هناك مواعظ وكان هناك حكم. هلا يعني كل الحكم عم تصير على الفيسبوك. لازم يكون صارمين مع عيالنا في هذا الموضوع ام نلاقي لهم مثلا مثل ما يقولون حجه ان فعلا التكنولوجيا خدتهم. يعني انا وجهه نظري بده يكون في نشاط اجتماعي او انساني، ما زياره الاهل الاقارب يعني هذا واجب. طبعا هذا واجب طبعا يا والا يعني منصير في خبر كان اكيد احنا كانوا خبر كانوا. انا بعدني في الحنين بسالك نقطه في الحنين. اي يلا تفضل عقب انا بكمل. في مكان معين مخصص كذي في حلب أتحن له بالاسم الجابرية. الجابرية يا سلام. حارتي. حارتك الجابرية طبعاً. طبعا. شو تحن؟ طلعت معك حلبية على فكرة. جابرية. الجابرية. الجابرية طلعت حلبية معك. طب طبعا نوجه تحية لأهل حلب. خليني إياك. أكيد حب وتقدير. باجي لك 5 صفقات حق اليوم. لا بعد باقي لي 6 عادت لهم. سؤال طال عمرك 30 ثانية في السؤال لازم تجاوب عليه. تسخن نفسك. ايوه يلا خلنا نروح. مدينة تفضل زيارتها والإقامة بها ولماذا؟ أبو ظبي. لماذا؟ مدينة ودودة. جميل. وبسيطة يعني غير مو مثل مثلا دبي يعني فيها حس زحمة. بحس ما يعني أنا زخم ما شاء الله. ما بقدر يعني تحب الهدوء أنت طبيعتك. ايه هذا طبعا. مكان تحل زيارته ولكن صعب التواجد فيه. الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بحب روح الولايات المتحدة الأمريكية ماني رايح. لكن ما صار يعني. لا أبدا. يعني دور ترامب ينفي مكانه في بقعة الولايات. دور هذا دور. دور ترامب يبدأ في بقعة الضوء. هل كانت هذه رسالة من تحت الطاولة؟ لا لا حرام عليك. لا أبدا. كان مجرد دور يعني. ضبط صراحة الدور والميك اب والشعر. أبدا يابها صح 100%. وترامب يعني. أغنية كنت تسمعها وأنت صغير وايد تحللها. ما راح نقول لك تغني. بس قول لي شنو يعني. أغنية تحن لها وايد يعني إذنك موسيقي. نحن عارف إن أنت سميع يعني وغير هذا إنك مثل مريمتي. والله صار لي 15 يوم أسمعها هني مريمتي. الأغنية جدا جميلة على فكرة. لأنه اسم بنتي مريم. الله يخلي لك ولادي. الله يسلمك يا رب. تحب صباح فخري وايد. أنا هذا اللي عرفت عنك. إيه طبعا يعني اللي بعد أيوة أنت وصلت. هرم يا أستاذ حب السير. أستاذ صباح فخري أستاذ. ما في مجال. طيب نحن ما راح نقول لك نغني، راح نقول لك امثال قواعد ماشي عليها الفنان سلم حداد في حياته. اللي ماله كبير بيشتري له كبير. جميل. الله 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 الله. هو اختصر كل شيء. شوف ايش قد الذكاء ما شاء الله. اختصر كل الاجابات عشان ما يتعب نفسه بسؤال واحد. يخلي لي اياك ما شاء الله عليك.
احنا بعدنا متواجدين في جديمك نديمك. يب. جديمك نديمك بيعطونا شيء ولا بخيلين علينا؟ أول مرة. أول مرة هذه أسئلة سريعة فيها 30 ثانية. أول مرة مثل الفنان سلم حداد. 1978. أول عمل. أحلام منتصف الليل. أول مسلسل إماراتي أخرجه. شو مو في سؤال؟ أنا بغش. هذا سؤال وإجابة على فكرة. القيادة. 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 أول مرة زرت الإمارات. 1979. الله يدين في عمرك ويطول في عمرك وعمرك من شعيب النبي حبيب قلبي بنبقى. آمين يا رب. أنا خلصت من أول مرة. جميل. آخر مرة. لا إن شاء الله نحن نشوفك دوم، ما نبغى آخر مرة. إن شاء الله. دوم تطلع علينا في طلعتك الحلوة. إن شاء الله تسلم. خلني أذكر مشاهدينا بسؤال مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً السؤال كان يقول ما اسم المسلسل الإماراتي الذي أخرجه الفنان سلوم حداد عام 2013؟ ما غششكم من ساعة أبداً، ما قال الاسم مول، لكن كتبوا طبعاً إجاباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. من باكر إن شاء الله رح نعلن عن اسم الفائز. قول يا طناف، طناف طال عمرك سلمتك ساحتك ومسرحك. المشكلة ان الفنان سلوم ما شاء الله تعرفين انه عنده مخارج الإماراتية باللهجة بعد هالافلام التاريخية ما ينقدر، ولكن بنقول لك يقول طناف. لا يعني برضه كمان هيك في بعض المفردات الإماراتية بتروح مني، يعني هي بتكون إماراتية مغرقة بالإماراتية، لأنه هلا معظم الإماراتيين يخزل عين هلا عم يحكوا باللهجة البيضاء يعني هيك. والله نحن ما حد ردنا ريوس غير اللهجة البيضاء. وأنا قلت ريوس. ريوس بالأجنبي كمان. زين. يقول ونيت يوم الليل عسعس. نعم. شو بدك ترجم لك يعني؟ إيه؟ يا ترجم لي يا تعيد. طيب ونيت يوم الليل عسعس، يعني رحت نام وقت اللي صار الليل بمنتصفه تقريبا او اقبل الليل. ونيت انه وجعت. الله. ونيت يوم الليل عسعس ونات مستوي عو مقهور، يعني وجعات واحد مستوحش ومقهور مبينه. شرو الذي بايت في حبس وماخذ محله 7 اشهر، يعني مثل كانه واحد قاعد بالحبس ومحكوم 7 اشهر. من شف ذاك الريم الأخنس. الله يلعن ذاك الريم الأخنس. ليش يا جماعة ليش؟ مو أنت يا أختي. أنت ريم بس مو بأخنس. لا أنا ريم بس بدون أخنس. من شف ذاك الريم الأخنس شفته ولا شاف حيثور، شفته وقابلني قبل أمس، يشرب هو في ظل مكسور، يحظى بفنيان مخمس، مقند بهيل ومكسور. الله ربي. قال عاهدني على المس واللمس. نعم. نبغي الهوى العذري بيننا يدور. طبعا انت الزير سالم، سالفه الهوى العذري هاي ما تمشي عندك. سالفه الهوى العذري هاي ما تمشي عند الزير سالم. لا طبعا ما تمشي. قال عاهدني على المس واللمس، نبغي الهوى العذري بيننا يدور. قلت له اعذرني، الهوى ما يندس طبعا، ومخلف من دور على دور. إلا كان الحين ذاياك انت دورك في الهواء يستوي الدسه؟ لا طبعا ما يستوي. فهمت الموضوع؟ صح لسان الشاعر، صح على الدنك، صح ما شاء الله علي، يعني ترجم لك اياها. لا والله ترجمها وصحيح 100%. طالع منك الحين صفقتك عندك مو عندي. صفقه عندك الحين طالع منك دام انا ترجمها. لا انا احس انه هو يبغى يرد علي بقصيده. حسيت كذي. هي يا ابن الحلال حسيت كذي. هو احساسه مش في مكانه. انا شي حاسه ولا ايش رايك؟ لا لا ترد عليه بقصيده. قصيدة شو يا ابن الحلال؟ الشعر يعني موهبة لا أمتلكها والله، يعني إن كنت أجيد تمثيلها بس ما بمتلكها. زين أنا باك تقول مقولة أنا حفظتها من الزير سالم. هي صح إن مفروض ما نحفظها بس حفظها. يعني أنا أكثر شيء إذا بدك حفظان من الزير سالم، لأنه كان في إلي يعني تأثير، والمسلسل يعني أنا اللي عملته، أنا كنت مدير الشركة، وأنا كثير بحب الكلمات اللي انقالت بمسلسل زير بالبدايات. يعني يقول الزير ابو ليلى المهلهل، الله، وقلب الزير قاسي ما يلينا، ولان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسيين قاسيين. الله الله الله. ايوه يلين ولا ما يلين في النهايه؟ يلين. لا والله ما يلين، يموت وما يلين. ما يلين. لا ما يلين. يكسر الزير. عاد انا كنت بقول مقوله على قلبه يجي فوقه. انا كنت بقول مقوله شويه ايام قبل، ايام الشباب. يوم كنا ايام في الماضي كنا نسين غازل والبنت ترد علينا، كنا نقولها ما سمعت الزير شو قال؟ شو؟ الشتيمه هي يعني شو الشتيمه؟ الشتيمه
من فم الجميلة مديح. مديح الله 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 غضين على فاصل الشتيمة. يا جماعة أنا أشوف الغزل متبادل هنا. بنطلع معاكم. لا هو كانوا بيحب الزير وبيحب شخيف وبيحب. هو شكله كان الأيام الخوالي. هو كان متقمص شخصية الزير وظنيت اليوم ما بيرقد في البيت بعد ما قال كان يغازل الأول. الله يعينه. عادي كنا نغازل الأول. الله يعينه. الله يعين حرمتك. بس خلاص هذه على الهواء مباشرة. عندنا طبعا رسم وعندنا النقد وعندنا الفكاهة من بعد هذا الفاصل. لا تروحون بعيد تريونا. مشاهدينا الاعزاء ما كنتم مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الليله يمعتنا مع ريمو كانو وضيفنا ايضا المميز الفنان سلوم حداد. احنا راح ناخذك الى فقره الناقد. عندنا الناقد حسام لبش نوجه له تحيه عنده بعض النقد على الاعمال ونباك ترد على الفيديو. جاهز تفضل. بدي أقول مساء الخير للنجم السوري سلوم حداد اللي أنا بعتبره من وجهة نظري هو فيلسوف أدوار السيرة الذاتية، فمن جهة تراه زير سالم ومن جهة يتقمص وجه وصوت وأبداع نزار قباني، وفي الحالتين وجدناه بارعا في إشهار السيف كزير وفي إشهار القلم كنزار. سلوم حداد ورحلة مصبوغة بالتعب والبحث عن الذات امتزجت فيها روح الحياة مع أنين متولد من الوجع الوطني المستمر. غادر سوريا وقيل أنه فراق نهائي، ولكن سرعان ما عاد واضعا نفسه تحت تصرف مجتمعه، فأي ارتباط بين الشخص والمكان هذا؟ سؤال اليوم للفنان سلوم حداد، عندما عدت إلى سوريا أول مكان اشتقت أن تزوره، يعني أول مكان أنت كنت مشتاق تشوفه وتبوسه. سؤالي أيضا هو طالما ظهرت بشخصية ترامب ما المانع في أن تؤدي شخصية رئيس عربي؟ وإذا كنت عن جد بتحب تجسد هاي الشخصية، من هو الحاكم العربي الذي يحب سلوم حداد أن يجسد شخصيته؟ سؤالي الأخير لأستاذ سلوم حداد بدي جوابه كمتابع وهو كأحد عناصر الدراما السورية. اليوم كلياتنا بنعرف أن الدراما السورية أصبحت في مكان غير مكانها الحقيقي بعدما كانت أحد أيقونات الدرامات العربية. اليوم أصبحت الدراما السورية كبائع البطاطا لا تجد من يشتريها، يعني بين قوسين أصبحت منتج تقليدي محروق. من السبب؟ القنوات، جهات المنتجة، القائمين على الأعمال الدرامية. نريد حلا، ما هو الحل من وجهة نظرك؟ تحية طبعا للكاتب وناقد حسام لبش. أنا عيبتني بائع البطاطا بصراحة بس ما فهمت السالفة. عندك حرية الاختيار بالإجابة طال عمرك. يعني بالنسبة للسؤال الأول، وقت اللي رجعت لسوريا أول مكان هو بيتي. الله. ورجعت أنا وزوجتي والأولاد، يعني الله بيتي وبلدي ووطني، يعني وطن الواحد كيف؟ أكيد والله. أكيد. هاي السؤال الثاني، كان في مشروع لأنه جسد شخصية ياسر عرفات رحمة الله عليه، الله يعني وكان المشروع قيد الإنجاز ولكن أجل بشيء له علاقة بقرارات القيادة الفلسطينية أو إلى آخره، وشغالين والمشروع كان من إخراج الفنان المتميز المثنى صباح، يعني وكان في مراسلات بينه وبين سهى عرفات لأخذ السيرة الذاتية أو تفاصيل عن حياته، ولكن المشروع لم ير النور. أما السؤال الثالث، يعني سوريا تعيش حالة حرب، وبالحرب يعني من حق أي حدا يخاف على أولاده أو يخاف على أمنه وأمانه وحياة أطفاله، فالوضع الطبيعي. أنا وجهة نظري يعني هجرة الناس من سوريا أثرت على سوية الدراما السورية، فلم يبقى إلا القليل في سوريا اللي عم يحاولوا قدر الإمكان بظل ظروف الحرب أنه يعملوا شيء. يعني المنتج له علاقة بصعود وهبوط، يعني ولكن يعني وقت اللي عملنا مسلسل أوركيديا يعني لا زال على الأقل
بالمسلسلات التاريخية يعني السوريون هم سادة الحمد لله يعني. الحمد لله. بصير أعمال تاريخية بيضلوا السوريين متميزين فيها للأعمال التاريخية. لا شك. الأعمال الاجتماعية أي أنا بشوف أي بلد من حق أي بلد إنه تعمل منتج المحلي الوطني سواء كان إمارات ولا بحرين ولا كويت ولا سعودية أن تسوق منتج الوطني. فصار في يعني شبه انحسار للدراما الاجتماعية السورية. وظل يعني المحطات والقنوات وجهة نظرها أو تعلقت بالدراما البيئة الشامية. فيعني ابتداء من باب الحارة اللي يغزي العين صار له 10 سنين. بالضبط. ما شاء الله ما شاء الله. يعني فبالمحطات يعني هذا المنتج يلاقي رواج ما يعني بيحبوا هيك السير والحواديت والحارة الشامية والبيت الشامي وعلاقات البيئة الشامية الناس بتحبها. وهذا المنتج لازال يعني كمان مطلوب الحمد لله. نحن نتمنى طبعا أن يرد السلام لكل أنحاء الوطن العربي، ويجب عندما يذكر اسم فلسطين وسوريا أن نعطيهم تحية تليق فيهم. أكيد كل التحية لأهل فلسطين وسوريا، وإن شاء الله نعم السلام بإذن الله يا ربي قريبا بإذن الرحمن. وأنت شرفت هذا الشيء، لو أن يعني مثلت أدوار يمكن مش رئيس ياسر عرفات وليس الدور اللي ممكن يوصل الصورة الصحيحة اللي أنت طالبنا، ولكن أنت وصلت في دراما ثانية، يعني أنت وصلت عن طريق الدرامات الأخرى. طيب أنا أقول بعد أضيف على كلامك أن اليوم الفنان هو سفير ويحمل رسالة طبعاً. وأنت أمانة خير من حمل هذه الرسالة لأبني السوري. يا رب خليني إياك. أنا طبعاً بطلعكم من هذا الجو. خلينا نروح للمجلد الخاص. أكيد نبغى نشوف صور وتعليق. أيوة. عنا صور متوصين فيها نحن الصور هذه. الله ربي. كيف؟ وين وديناك في الصور هذه؟ هي مسلسل سوق الورق. يعني مسلسل عملناه ببداية الأزمة السورية و 2011 تصور. إيه جميل. كنت أخذ دور رئيس الجامعة. هو من القعدة صراحة باين أنك رئيس بس شو مش مفهوم يعني قعدة رئيس قعدة مدير يعني. عندنا صورة ثانية بعد يا عيني. مسلسل الأخوة هذا 2014 مسلسل الأخوة الأستاذ سيف الشيخ نجيب المخرج، أمل بوشوشة أكيد وجهها لك تحية جميلة لنا وسلوم حداد. جميل جدا. تحية للمجموعين بالصورة كلهم. أكيد كلهم أكبر تحية وتقدير لهم. خليل ياكي. شيء صورة بعد طلعوا لنا المستخبي مثل ما يقولون طلعوا لنا الصورة. ما كثير في مستخبي والله كله مفضوح. يا سلام. هي أبو العز يا عيني على الطربوش مثل ما يقولون. هي أبو العز بخاتون إخراج تامر إسحاق الفنان المتميز وإنتاج جولدن لاين الأستاذ زهير رمضان والأستاذ إسماعيل مداح. والله اللحية لايقة عليك ليش شلنها؟ يعني والله ضرورات شغل. والله عم تحكي مثل بنتي الله وكيلك. بنتي على طول بتقلي إنه بابا بوس إيدك خلي اللحية خلي اللحية. في بعض الأصدقاء بيقولوا لي بتكبرك بس لا هي ما العلاقة لا كبر ولا صغر. الإنسان ما بيهرب من عمره بس يعني ضرورة الشغل أحيانا تقتضي انك يعني صح ضروره الارتباط باكثر من مسلسل يعني بس ربيت هاي بدون لحيه طالع عمرك ولا تزعل يعني هذا كمان مسلسل الاخوه هون. هذا شو كان المسلسل؟ مسلسل الاخوه هذا من شيء 3 سنين عملناه بابو ظبي. زين شو رايك نروح على الرسم؟ خلصنا الجد. الله شكلك انت مليت منه. الله خلينا نروح نرسم طال عمرك ونفرفش. شو بدنا نرسم؟ نرسم ورده وحديقه. نرسم حسب طال عمرك المسلسل او العمل اللي موجود كانوا راح نتم رسمه. انت سلوم انا ابو سلوم. على راسي والله. ونعم ونعم ونعم. منو بيطلع يرسم معي من بس الجمهور؟ ان شاء الله ولدي ما يطلع الزير سالم. اهلا ومرحبا. لا اكيد بده يطلع الزير سالم لانه انت ابوه. شو بدنا نعمل؟ استريح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا بشرح لك. خل تتفضل الضيفه معانا عشان يكون الشرح موحد. يا هلا ويا مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا حبيبه قلبي. تعرفين على اسمك على المايك التلفزيون؟ انا هانيه فهمي. هانيه فهمي هلا ومرحبا. هانيه اللعبه راح تحبين تسلمين على فنانه وتقعدين. ايه تفضلي. يا اهلا وسهلا فيكي. خلي لي اياكي يا ميت. اهلا وسهلا. مرحب شرفتينا. استريحي. تفضلي. اللعبة أو الفقرة كالتالي يا جماعة الخير. عندي الحين كرت يطلع لي اسم عمل أقول نبدأ عن العمل بدون ما أذكر اسم العمل ونرسمه. أنا الحين عندي سلسلة كوميدية سورية شارك فيها الفنان سلوم حداد لأول مرة هذا العام
الموسم 13 اكيد عرفت. نعم يعني هو المفروض يرسم صوره والفنان يعرفها وانا ارسم صوره عندي دقيقه اني ارسم كذلك التبادل في الفريق. اسمع التايم لا على الاسم عندك وقتك امشي انت خليك معي انت حرام عليك سمعتي شو قال ولا ما سمعتي شو قال سمعتي شو قال ولا ما سمعتي ما قلت انا والله مو انا اذا جوابك صح انت فريقي لازم تجاوب لا خلاص طلع غلط لازم دغري اجاوب ايه مخضوب لا صح اجابتك تعرف انت شو سويت كسرت الرقم العالمي ثلاث اجزاء من الثانيه الحين انا بخبرك احنا احنا 1-0 احنا فريقنا 1-0 اه شو اسمه اوكي انا امي مبسوطتني عليك استاذ سلم كذي تسوي فيني الله يسامحك انا معقول لانه انا بحياتي ما اشتغلت بنقاط ضوء الا هاي السنه مسلسل خليجي انتاج 2017 يعرض حاليا من كلمتين ونحن نتداوله في الايام العاديه يعني زين ليش تراوين هالكرت يعني كل واحد ممكن يصير معاه هذا الشيء وهي ما تشوف يعني ممكن يصير معاه هذا الشيء عادي يعني زين المشكله مو قاعده يا جماعه شغلوا الوقت هذا قاعد يتغشش لا صعب السؤال هذا لا ما في مساعده ابدا هذه هاي المساعده هو طال عمرك السؤال الكلمه الاولى ما تنكتب النزول الهبوط اكسكيوز مي الهاوي شيء شيء كل يوم انهيار لا إيه. قعر قعر شو جدول الضرب اليوم ايوه اليوم الاسود ايوه 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 صح اليوم الاسود اه يا حسين ودي برافو عليك خليه معك الحين بي دورك لا بس صعبه صعبه حرام عليكم رزناه محطه والان نقدم لكم الفنان التشكيلي سلوم دافنشي تفضل يا استاذ تفضل شو انا بدي ارسم ارسم عطني بس عطني رؤوس الاقلام اللي في العمل عشان لا موجود الورقه بتسحبينها وبيطلع فيها عطني رؤوس الاقلام اذا ما قلت لي اي شيء عطني اي نبذه استاذ سلوم استاذ سلوم انا فريقك ولا نبذه الله عليك ايوه ولا نبذه والله تعجبني حلو كتاب اذا كم كلمه كلمه كلمتين كلمه اربعه اربع كلمات يا الله كتاب يا رب انت قادر على كل شيء كلام قراءه يقرا يقول يتحدث حديث ذكريات قبل مقص خذ العزاء من الحين شاعر مقص مقص لا بيشبهها شعر لا يا اخي شعر مقص ايه وكتاب شو لسه في اربع ثلاث كلمات ما في مقص وكتاب ورق ورق ترى كنت المفروض تعطيني هذه الجملة اللي قبل شو 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 بيعطيك إياها؟ اطلب الله يعني شيء بيشبه الحكاية خلص رواية؟ الوقت لا خلص الوقت أقدم لك العزاء سلسلة؟ لا أنا أسفة قصة يا أخي شو اسم المسلسل؟ شو اسمه؟ أنت المفروض أستاذ سلم المفروض تقول لي إحنا أسفين المفروض تقول لي مسلسل مصري إنتاج 2017 بطولة روبي وشريف بشرفك لو قلت لك هيك حتعرف بشرفي لا مسلسل مصري انتج عام 2016 هذا النقطه اللي احنا نتكلم بس لا صعبه ريم هي صعبه قصه فتاه تدعى الثراء ولو الحق على والله. المخرج هاي على المخرج كثير صعبه يا اخي اربع كلمات دورك الغاليه يلا ما علي العزاء اللي اليوم الاسود إيه سهله اليوم الاسود هو هي الدنيا حظوظ استاذ سلم يعني الواحد يعني الله. يوم لك ويوم عليك عاد تصير يعني معانا صعبونا الاسئله هلا جاوبنا لو سمحتي مكانك بس ابعطيك لا لا انا بعطيها الكرت طيب لا تقرين الكرت كفايه انه قاعدين يغششون وبعدين غير هيك عم تنقليها كان المفروض ورجي الكرت انا والله يعني فيلم مصري رزق تفضل شوف لي الاسئله شو صار اقري الكلام في المايك لا اعطيني رؤوس اقلام او هي. ارميها وانت ما تعرفي مثلا يعني اي حبيبتي فيلم مصري انعرض 1969 ما كنت موجوده انا ما كنت موجوده طيب بطوله فريد شوقي ونيلي وبيحكي قصه ممرض محتال اوكي ممرض محتال يلا طولي بعد من كم كلمه كلمتين كلمه صغيره وكلمه اكبر حلو يا تفضلي ايه لا الورقه لازم تنجرب انا اعذرك لو سمحت للمصداقيه اعطوني وقت لو سمحت للمصداقيه لو سمحت لان هاي بنحطها في المزاج اوكي 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 خدي وقت يلا معاك انا اسمي
سهل هذا الحكي والله، مصعبين عليك صراحه الجماعة. سهل كثير هذا الحكي، ترسم له سماعه بعدين. مخرج عندنا سوري والمعد سوري كلهم سوريين، بس الله يسامح. انا والقرد. انا الدكتور. يا جماعة إيه لا يوم ما صح هذا، لا هيك حياتي. في تحيز هذا الحكي يعني بتقولي لي أنا بتقول لك أكيد أنا بترسمي لي سماعة بتقول لك أكيد دكتور. في تحيز في تحيز لفريق النساء اليوم. أنا أشكرك. شو اسمها الأخت؟ هانية. هانية شرفتينا. هي هانية وهنتنا فيها. يا هانية صفك هانية. فوز كريم أخيرا بعد 24 يوم. شكرا لك، شرفتيني ونورتيني. كل يوم تعالي حبيبتي ترسمي معك. بس لازم يكون في جائزة كذا. اي طبعا الحين كل الجوائز في اخر الحلقة اكيد. طبعا هانية شكرا يا هانية. شكرا يا هانية. شكرا يا هانية. شكرا يا هانية. طبعا اعطيك نبذة عن الفرحة مش سيعاني مثل السابقة هذه. 24 يوم انا فايز وهي تعادلت يومين، واليوم اول يوم تفوز. على فكرة انا لي في الحاضر، انا لي في الحاضر مالي في الماضي. لا يعني لا عادي. لا لا بس انا بس لي في ما معقول هذا السؤال. قصة فتاة تدعى السراء. يعني بدك بدك معجم شو الحكي؟ كله من علاء اللولو ما يخصنا نحن. لا حرام حرام هيك. يلا ما عليه ما عليه، بتحصل في العائلات يعني. تستاهل ريم تستاهل، معلش حرام تحصل. يلا حرام حرام. انا اقول نعلن عن الفائز في سؤال التواصل الاجتماعي. فاز ويانا اخونا محمد عبد الله علي، نقول له الف الف مبروك. ربحت ويانا ايباد او ايفون مقدمه من قناه الظفره. والان عندنا سحب للمتواجدين امامنا في قاعه جودلفن من ابراج الامارات. عندنا فائزين رح نتشرف ان انت اللي تسحب على الارقام هذه. يا رب. جهزوا البطايق والارقام اللي موجوده معاكم، الارقام جهزوها، بيتم السحب الحين على فائزين معانا ان شاء الله مع الفنان سلوم حداد. تيكت 62 62 62 62 62 عندك. الف الف مبروك. بارك الله فيك. ربحت معانا جائزة مقدمة من علياء القمر للعطور. ألف ألف مبروك، تستاهل. جميل. كمان تيكت رقم 62. لا هذه مقصودة. كمان 62؟ هذه مقصودة. مثل ما غشيته في البطايق. تيكت رقم 60. 60 يا جماعة. اليوم الأرقام عالية. 60. 60 60. 60. رقم 60 مش موجود. اللي عقبه يلا خلينا نختصر. اللي عقبه. اللي بعده. الله ربي. 67. 67. ليش اليوم الأرقام كبيرة؟ بطاقة 67. 67. ألف مبروك. هذا 67. ألف مبروك. طبعاً هذه. ألف ألف مبروك. ربحت يانا عطور مقدمة من لوتاه للعطور. هذه طالع عندك هدايا الجمهور، وأنت كذلك لك هدية رمزية صغيرة تقبلها منا. بارك الله فيك. الله يسلمك. أنا هديتي وجودكم والله. ونحن هديتنا كسبناها بوجودك تسوى الدنيا وما فيها. يخلي لي اياكي. انت نورتنا فعليا. هدية اسعدت فؤادنا متواضعة مش في مقامك. مقدمة من علياء القمر للعطور وايضا من لوتال العطور. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يخلي لي اياك. جزاك الله خير. انا طبعا تشرفت اليوم. يخلي لي اياك. التقيت فيك ومتشرف ان اليوم يا عيني شو والله شرف لي. حظيت يعني يعني اخوه اعزاء ريمو كانوا والله والله ونعم. وشكرا لكم وشكرا لقناه الظفره على هذا الاداء اللطيف والبرنامج اللطيف، وان شاء الله يا رب منه الاحسن باذن الله. انا اشكرك واقول لك ان شاء الله كل عام وانت بخير، ونعيد لك بعد ونقول لك مبروك عليك العيد، وان شاء الله نشوفك من زير الى قصدي من تقدم الى تقدم. يخلي لي اياك يا رب بوجودكم وبدعواتكم ان شاء الله. الله يسلمك. شرفتنا ونورتنا واسعدتنا ورسمت البسمه على وجوهنا، كل التالق اللي احنا تعودنا عليه والارتقاء فيه الى الاكبر ان شاء الله باذن الرحمن. من لك اجمل تحيه وحب على البرنامج جمعتنا ليله معي. يا رب تضلي بخير. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا لكل الجنود المجهولين اللي وراء الكاميرا وفريق الاعداد. شكرا لكم وان شاء الله رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحه والسلامه. اللهم امين. اذا مشاهدينا نوعدكم بحلقه مميزه باتشر في جمعتنا ليله مع ريمو كانو. منا لكم اجمل تحيه، واللي فاتت الحلقه يشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه في قناه الظفره. تصبحون على الف خير.